situation with regard to that. I think at this juncture, it is very important to know. Your conference and to be present here to discuss the topic of some utmost importance to us. Thank you. Мы хочу, конечно, выразить. It is, as you can see, the GTC. وتطرقنا لعدة تقارير، من بينها تقارير حول الامتثال البلدان لتطبيق حصة الإنتاج لكل دولة، وكان نسبة الامتثال بلغت 115%، يعني سجلنا بارتياح. أنا في شهر سبتمبر كان امتثال جيد كذلك، لإعطاء هذا الدفع كذلك بالنسبة لتوازن السوق والنتائج المحققة لحد الآن. كل هذه النقاط خلتنا نأخذ القرار نتيجة الاجتماعات اليوم أننا نمدد كذلك الاتفاق بزيادة 400 برميل في اليوم لشهر ديسمبر، وحصة الجزائر راح نزيد 10,000 برميل في اليوم لنصبح 962,000 برميل في اليوم كإنتاج بالنسبة للجزائر. احنا ما نتكلموش كثير على الأسعار، احنا نركزوا على توازن السوق وعلى أساسيات السوق، يعني لي فوندامونتو جو مارشي. لازم يكون السوق يعني الإمدادات توصل حسب الطلب والوفرة بالنسبة للمنتوج حسب الطلب، هذا هو اللي يعطي كذلك استقرار في الأسعار وتكون الأسعار مناسبة للمنتجين وللمستهلكين.